السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم اقراص من البطاطس المقرمشه، كتجي رائعه، كتكون هكا مقرمشه من برا وطريه من الداخل. اذا بغيتوا تعرفوا المقادير والطريقه ما عليكم غير تتابعوا الفيديو، فرجه ممتعه. اول حاجه غادي نحتاجوا 4 ديال البطاطات، انا هنايا نقيتهم وغسلتهم. غادي نحكم هكا في هذه الحكاكه اللي عوينتها تيكونوا كبار. هنايا بالنسبه للقياس يعني كل واحد تيدير القياس اللي بغا. بالنسبه لهاد الوصفه هذه يعني ما فيهاش شي مقادير هكا مضبوطه. غادي ندير كما قلت لكم 4 ديال البطاطات، وغادي نحكم في هذه الجهه هذه اللي كتكون غليظه، ضروري نحكوها في هذه الجهه اللي كتكون غليظه. ومن بعد ما كنحكوها غادي ندير ليها شويه ديال الملحه، وغادي نخليها تطلق الماء تقريبا واحد نص ساعه. يعني ضروري هاد العمليه تخليوها تطلق الماء باش هكا تنجح لينا هاد الوصفه هذه. انا غادي نستمر هكا حتى نكمل البطاطا اللي عندي ونتلقى بكم ان شاء الله. هنايا بالنسبه للبطاطا راني حكيتها، غادي نزيد عليها شويه ديال الملحه تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، يعني ما كنديروش الكميه كثيره. وغادي نخلطها مزيان مع هاد البطاطا هذه، وغادي نخليها جانبا حتى تطلق الماء اللي فيها. كما كتشوفوا هنايا راه تلقات الماء. غادي ناخذ الاناء وغادي نبدا نعصر مزيان هاد البطاطا هذه. غادي نعصروها مزيان كما كتشوفوا باش نحيدوا منها كاع داك الماء اللي فيها. وغادي نجيب واحد الطبسيل فين نديرها. هنايا من بعد ما عصرت كاع البطاطا اللي عندي غادي نزيد عليها البصله تكون مشلضه، كذلك عصرت من هذاك الماء ديالها، يعني هاد البصله هذه عصرت منها الماء اللي فيها حتى هي. وغادي ندير القزبر والمعدنوس والثومه. هنا كل واحد يدير القياس اللي بغا، يعني ممكن ديروه بكثره، انا درت تقريبا غير واحد المعلقه كبيره. غادي ندير شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، ممكن ديروا الكمون، ممكن ديروا التحميره، يعني هنا تيبقى على حسب شنو بغيتوا. كذلك ممكن ديروا الثومه غبره ولا البصله هكا غبره، يعني وكديروا التوابل اللي كتعجبكم. صراحه انا عجبتني فيها هكا البصله مشلضه، كتجي واحد المذاق رائع. غادي ندير بيضه، وغادي ندير جوج معالق كبار ديال الطحين فورس ممتاز بطبيعه الحال. وغادي نخلط هادشي مزيان باليد باش ينسجموا هكا هاد العناصر. وفي هاد الاثناء كندير المقله فوق النار تكون سخونه يعني، ومن بعد كندير فيها الزيت باش ان شاء الله نبدا نقلي. ضروري نخلطوا هادشي مزيان، وغادي نبدا ان شاء الله نطيب في هاد البطاطا هادي. هنايا المقله راها سخنات والزيت كذلك راها سخنات. غادي ناخذ واحد القياس اللي بغيتو، يعني بغيتوهم كبار ولا صغار. غادي نبسطها هكا باليد غير واحد شويه، ما نديرهمش رقاق وما نديرهمش غلاض، تيكونوا هكا بين وبين. وغادي نبدا نقلي في هاد البطاطا هادي. هنايا كما كتشوفوا البطاطا راني رفقتها مع الحوت او السردين، كتجي رائعه الصراحه، كنتمنى انكم تجربوها. صافي انا غادي نستمر هكا، يعني غادي نحط كاع البطاطا اللي عندي، والنار تكون هكا متوسطه، يعني ما تكونش مجهده وما تكونش يعني نار مهيله، تكون متوسطه. وغادي نستمر هكا حتى نكمل البطاطا اللي عندي، وغادي نقدمها لكم ان شاء الله بالصحه والراحه. هنايا البطاطا من بعد ما وجدات كيف ما كتشوفوا، هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى يا ربي تعجبكم وتجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وتابوناو معايا في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد